السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ أدعو الله لكم على صحة وعافية إن شاء الله. إن شاء الله اليوم أريد أن أشرح لكم عن الموضوع الأوراة. أن الأوراة في اللغة هي الخلال والعيب في الشيء، أما اصطلاحا كل شيء يستره الإنسان أنفة وحياءه، ويعرفها الفقهاء بأنها ما يحرم كشفه من الرجال والنساء. في الإسلام يجب الله تعالى للناس في ستر عورة، كما قوله تعالى أولا في سورة الأحزاب في الآية 59، ثانيا في سورة النور في الآية 31، وثالثا في سورة الأعراف في الآية 26 وغيرهم. وفي الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، رواه أبو داود. في القرآن والحديث النبوي كثير من الآية يدعو الناس إلى ستر عورة، خصوصا النساء. كما عرفنا أن كثير من مجتمعنا رفض إتباع الله لستر عورة، حتى يكرههم الذين ينصح لهم سواء من العائلة أو الأصدقاء. الله أكبر. أن ستر عورة واجب لكل مسلم والمسلمات، إنه إثم عظيم لمن لم يستر عورته تماما أمام الآخرين. وخلاصة القول، أريد أن أدعوكم إلى ستر عورة كاملا سواء للنساء أو الرجال. أرجو لكم أنكم كل منا استقامة في طاعة الله ورسوله إن شاء الله. هذا فقط مني، شكرا جزيلا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.